والله إلا كبيرة بزاف الخوش. والله إلا راه عرفتي قداش تبارك الله، عفوك الله ما عندي ما نقول. واش لافامي، السلام عليكم خوتي وخواتاتي، نتمنى لكم تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في بلاصه جديده، مرحبا بكم في نهار جديد. المهم الخوت، انا دابا كاين في البلاد، دوزت العيد هنايا الخوت، شي دابا كاين في العيد شي 15 يوم غادي مور العيد الخوت. المهم ولفت هنا اصلا ديجا هنا ديما العيد الخوت، وكنت غنصور لكم الفيديو ديال السفر ديال من ابا ديال تال هنايا، ولكن الخوت ما نكتبش. المهم علينا، باي ذا واي شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم على الفيديو اللي فات الخوت، شكرا لكم بزاف 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 الخوت، وكنوعدكم على انه القادم واللي جاي الخوت غيكون احسن ان شاء الله الخوت، وغنتحسن من فيديو لفيديو ان شاء الله، غيكون واحد التحسن اللي كبير بزاف الخوت. المهم اليوم كاين واحد الموسم الخوت غنمشيو ليه، غنصورو لكم الخوت. المهم في الطريق ديالنا غندوزو على 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 شي حوايج اللي واعرين بزاف، على شي حوايج اللي غنخليهم لكم مفاجأة، مع العلم انكم تقريبا اشوفهم دابا في المينياتور ولا في العنوان الخوت. المهم غنمشيو نصور لكم داك الموسم الخوت، وغنشوفو شي حوايج اللي غريبة بزاف، شي حوايج اللي واعرة بزاف الخوت ان شاء الله. سو دابا يلا فوقت الخوت، راه باقي مغوبش الله ما فيا ما يدي واخا هكاك الخوت، ولكن المهم معليناش، غنمشي نطرق واحد الدري صاحبي باش نمشيو الخوت، باش نمشيو المهم نطرق باش يكون معايا الخوت، باش يصور معايا باش داكشي. المهم علينا، غنمشي نطرقو، غنمشيو نديماريو الخوت. سو خليكم معايا والخوت، دابا يلا غنديماريو. دابا فطرت، عيطت على الدراري صاحبي المهم غنمشي، المهم الدوره هو مورايا، خلينا دابا غنمشيو في حالتنا الخوت، وغنشدو هاد الطريق هادي اللي على هنا. المهم غنمشيو على هاد الطريق هادي، المهم واحد البلاصه اللي واعره بزاف. المهم ديك المفاجاه اللي قلت لكم الخوت ما نساهاش، واحد المفاجاه اللي واعره بزاف. المهم صراحه طلنا، المهم نعست حنا النعاس راه ديما راه باينين، نعسنا الخوت. دونك دابا غنمشيو على هاد الطريق هادي. في الاول ملي كتجمع داك الفجر، المهم الناس ديال الدوار كامله كتجي فوقيت الفجر، وملي كتجي لهنا كتلقى بنادم عامر، وكتلقى واحد الجو اللي واعر بزاف الخوت. الصو دابا غنمشيو غنتحرك، المهم غنصور لكم دي سيماتيك اللي واعرين بزاف، دي فيديوهات اللي واعرين بزاف الخوت ان شاء الله. غندوز واحد الوقت اللي واعر بزاف تما الخوت ان شاء الله. الصو خليكم معنا. ايوا الخوت دابا وصلنا لواحد البلاصه، وصلنا لواحد البلاصه، وصلنا واحد الكاميو، جينا حتى لواحد البلاصه وما عجبنيش الحال الصراحه، بين حنا نشتغل بالرجلي من داكشي، وهبطنا دابا وصلنا تقريبا قربنا ديك البلاصه اللي قلت لكم هذيك سوبرايز، واحد البلاصه اللي واعره بزاف. المهم قربنا، هذا واحد الشبل، واحد الشبل اللي واعر بزاف الدري اللي معايا. المهم ندورو على هاد الدوره هاجي اللي بعدها هنايا، نلقى واحد البلاصه اللي واعره بزاف ان شاء الله، ندير لها بزاف ديال السينمات. خوات وصلنا لديك البلاصه، هادو هما البلاصه اللي واعره بزاف فيها الاحجار هادو اللي واعرين بزاف الخوت، تقريبا نصنفهم انا كاكبر احجار، اكبر حجر كاين على وجه الارض هو هذا في العالم. كاين واحد اخر كبير تما الخوت، غنوري عليكم. شوف الله يلا بزاف، والله الدري اللي معاه تحيه ليك بيس، الله يلا كبيره بزاف الخوت. المهم نتمنى ان دوك الاحجار اللي على الفوق يبانوا لكم الخوت، او ما وما تيبانوا دابايا. فلو كانوا الناس تيلوحوهم الخوت على حساب انهم تيقولوا انهم تيدعيو ولا ما عرفتش داك الشيء. المهم دابا عامره بالحجر، ديك دوك العادات ودوك الطقوس ديال الناس القدام. المهم نشوف نتقربوا ليها الخوت باش نصوروه. الخوت شوفوا على حجر كبير، شوفوا ماشي جبل هذا، راه قد جبل والله، ولكن ماشي جبل. المهم ننظروا ليها، راه ماشي قدام، شوف 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 والله وضح لي قاعد يقدر. هاي الخوت، المهم في الاول كانوا تيجيو النصارى هنايا بزاف الخوت، كانوا كيجيو شحال هادي في الاول، اما دابا ما بقاوش تيجيو، يعني صورة هادشي كاملة والله الا راه عرفتي قداش تبارك الله، عفوك الله ما عندي ما نقول، حيت تقريبا شحال هادي تنشوفها، ولكن المهم كل اي مرة تنشوفها كتجبان ليا زوينة بزاف، كتجبان ليا عجب الله سبحان الله. المهم الخوت البلاصة كاع راه ولكن هاديك هي كبيرة فيهم بزاف الخوت. المهم اكيد سولنا على مصدر هاد الحجر هادو فين تيجيو، سمحوا لي على سميتهم،
على الريحه خوتي ما كتسمعوش بزاف الخوش على البرد. المهم علينا سولنا على مصدر ديال هاد الحجاره هادو، كاين الناس تيقولوا لنا على انها جات من الجبل، ولكن النوعيه ديال هاد الحجاره هادو اللي من هاد الحجاره الكبار يعني مختلفين بزاف على دوك الحجاره اللي ولا على دوك الصخور اللي كان على سميتو على الجبل الخوش. كاينين الناس اللي تيقولوا على ان الحجانيت ديال الواد كبيره تما، كاينين الناس كبار قالوا لينا ودي راه ملي جينا وحنا لقينا داك ملي جينا يعني حنا لقينا هاد الحجر هادو. سو يعني نحاولوا اننا نسولوا بزاف الخوش، مشكو دابا داك الموسم غنسولوا الناس تمايا وان شاء الله تعرفوا بزاف على هاد الحوايج ان شاء الله. الخوش الله يخليكم معايا. دابا يلا وصلنا لداك ديك البلاصه فاش كنديرو الناس مع الخوت. المهم الدراري راه ما رعنا مقصرنا الخوت ما شتي ما هو هذاك ما طلع داك الجبل الخوت باش نصور لكم التصويره تكون من الفوق، وطلعوا داك الدوار الاخر الخوت حتى حنا باش ما نشوفوش مع والله ما تصورنا صراحه. هذه الموسم هذا ما جيتش ليه تقريبا من ايامات اللي سيت تقريبا 7 سنين هذه ولا 5 سنين من مره جيت ليه هنا. اليوم اجي دابا باش نشد شويه وصافي باش نبدل الجو، يعني ما عنديش دوك الاغراض ديال انني نجي للطريح هذاك الشيء، ما عنديش السوق ديال الكشتي وما ناكلش داك الشيء اللي تدبت تمايا. جيت انا بس نقصر مع الدراري باش نشتي مع الدراري صحاب وداك الشيء صافي وان شاء الله. وواحد الحاجه ثانيه جيت والحاجه الوحيده اللي خلاتني انني نجري هنا هي انني نصور لكم هذا الفلوق هذا اللي يكون واعر بزاف ان شاء الله. صوت تما يا الخوت صراحه هذا الفلوق هذا ما بيش نخصصه فقط في هذا الموسم اللي تيكون هنايا، ولكن جيت وصورت لكم دوك الحجار الكبار وجيت صورت لكم بزاف ديال السينماتيك تسمعوا تشوفوا في الفيديو. سو تقريبا هادي شي 4 سنين ولا ما عرفتش ما جيتش لهذا الموسم هذا، يعني الاكثر ديال الناس تيجيو على قد انهم تيجيو مع وليداتهم تيجيو مع عائلتهم تيشطوا هنايا تيجيو يعني على حسب النشاط وداك الشيء وتيرجعوا يعني تيرجعوا تيمشيو عاوتاني للطوار. وكاينين الناس فعلا اللي كتجي داك الطريق اللي تيكون تمايا تيجيو ليه الناس في الاول كانوا تحطوا الفلوس على سميتو على داك الطريح شحال من حاجه داك الشيء ديال الناس القدام وهذا وتذبحوا تمايا. المهم الناس عقد يعني عقد على حساب ما بقاوش تيشريو اللحم عندهم بزاف، يعني الناس تجيب اللحم ما عندها داك الشيء. المهم ما عليناش، المهم صورت لكم دي سينماتيكات في الفوق في الدوار ديال الفوق تمايا، يعني عطا الله ما يتفهنا عطا الله ما يتفهنا الخوت. المهم دابا غنتكاو وغنتمسكو شوية حتى نتغداو الخوت عطا نطلعو داك الفوق. المهم غنصور لكم عطاني شي حاجة تمايا الصراحة حتى لأنو مغنباتش الدراري المهم الناس تتبات هنايا في هاد الواد هذا في هاد الواد وأنا مغنباتش غنمشي نضي مارس في الدار تمايا ونبات الخوت. سو يوا الدراري كنظن ان الفيديو هذا وصل لنهايته الخوت كالعاده، كنتمنى يكون خضر على قلبكم الخوت، وكنتمنى اي حاجه درناها في الفيديو هذا انها تنال الاعجاب ديالكم سواء من داك الحجار الكبار سواء من الخوت من داك الموسم سواء من سينماتيك الخوت. كنتمنى انا تعجبكم بزاف بزاف الخوت، والا عجبتكم ما تنساوش تخليو ليها واحد اللايك الخوت. ولا كنت اول مره كتشوف فيديو من الفيديوهات ديالي ما تنساش تهبط لتحت تلقى واحد البوطون احمر اصفر عاد تيبان لك واحد الجرس كليك عليه توا باش يصلك الجديد ديال الخوت. وصو نتلاقاو في فيديو جاي راكم تما باي.